بزيادة 79 حالة جديدة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1527 حالة إلى حدود الساعة 10 من صباح اليوم السبت. وأودت معطيات لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 141 بفضل 19 حالة جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 110 بسبب وفاة 3 حالات جديدة. وكان عدد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف في حدود الساعة 6 من مساء أمس عند 1448 حالة، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي 6207 حالة. وتطالب وزارة الصحة المواطنين والمواطنات بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.